المحل الصبح لقيت كل 30 البوات كل بوات كلهم غرقانة، الشاحن، البطارية، اليو بي اس، كل الكهرباء عندي ضربت في المحل والبوات كلهم غرقوا. يعني مين بده يعوضنا في الاشي هذا؟ واحنا شايف المحل كله قديش وكله لسه ببدا، بقول يا هادي عشان ابدا ابني مستقبل، لقيت المستقبل ضاع. هاي البوات هذول مين بده يشتريهم؟ ما حدش هيشتري مني اشي، خلاص خربوا وغرقوا. رشيت يط شوية غرقت كل شوارع غزة. وين البلدية؟ وين ما ينطفوا مصارف مياه الأمطار؟ ايش بيشتغلوا في البلديات؟ أنا ما بعرفش ايش بيشتغلوا في البلديات. دفاع المدني هذا صور راح. يعني هذه المشكلة كل سنة، كل مشكلة كل سنة. يعني لفينا من عند الكرامة مسكرة، شارع الكرامة مسكر، الأمن العام مسكر، ولسه هينا مش عارفين. نزلنا في نص الطريق لا لاقين سيارات ولا عارفين نغلق الشارع. هذا ايش مين بيشتري هالقطعه بس اصبر دقيقه اصبر على سطح تصورني من البلدية على بلدية المجاري حبيهم يا سيد. تلقى الحاج تلقى الحاج فين الله يا حاج؟ جدنا نصور زي كنه وين يا حاج؟